في اليوم الثاني لانطلاق مبادرة الرئيس 100 مليون صحة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، قامت وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة بتفقد سير العمل بالقوافل العلاجية ومراكز طب الأسرة بحي الأسمرات، وذلك للوقوف على الخدمة العلاجية ومستوى الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين. تلاحظ أن في آخر 3 شهور تردد المواطنين على أن هم يجددوا قرارات نفقة الدولة أو يصرفوا العلاج قل بشكل ملحوظ جداً. ده بيخليهم أكثر عرضة لمضاعفات الكورونا وكذلك أكثر عرضة لمضاعفات الأمراض المزمنة، وبالتالي كان في حرص من سيادة الرئيس بأن احنا ندعم المرضى ذوي الأمراض المزمنة وننفذ حملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة مش بس في المستشفيات في الأحياء وفي القرى، ونروح لهم لغاية عندهم ونوفر لهم الخدمة، نصدر لهم قرارات نفقة الدولة فورا ونجدد القرار اوتوماتيك ونصرف العلاج 3 شهور واللي محتاج اي فحوصات. السيد الرئيس اطلق هذه المبادره الخاصه بالعلاج المزمنه عشان يعني حتى لا نغفل الامراض المزمنه في حاله ان احنا يعني بنتابع الفيروس كورونا، ايضا بيبقى في متابعه لجميع الامراض سواء كورونا او امراض مزمنه لجميع المرضى. كما تقوم القوافل الطبية بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل فوري، إضافة إلى صرف العلاج لأصحاب القرارات السارية مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمواطنين. نصدر له قرار جديد فوري وطوى اللحظة وهو موجود معنا بالتواصل مع المجالس المتخصصة، وامبارح كان عندنا إقبال، النهاردة الإقبال متزايد، يعني احنا في أول ساعة دلوقتي عاملين 50 حالة لغاية دلوقتي مسجلين، أرقام كبيرة جدا وخدمة مميزة جدا وطمأنة، وده هيفرق معانا جدا في نقص حالات الوفيات. هيكون معانا 122 مركز صحي و33 قافلة، القافلة الواحدة بتشمل عيادتين 2 متنقلة، واحدة بيبقى فيها اللجنة الثلاثية اللي هي بتبقى مسؤولة عن الكشف وحالة المريض لو محتاج فحوص زي الأشعة أو تحاليل، والعيادة الأخرى بتكون لصرف الأدوية. دي طبعا تزامنا طبعا مع جهود وزارة الصحة في وصول العلاج لحالات العزل المنزلي وللمخالطين. وزيرة الصحة أكدت خلال الجولة على تواصل الخدمة العلاجية للحالات المصابة بفيروس كورونا بتوفير المزيد من الأسرة بالمستشفيات العزل مع توافر بروتوكولات العلاج اللازمة لهم. احنا عندنا مزيد من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي، أنا بس يعني الفرصة ديت كويسة علشان أقول حاجتين. أولا بشكر الأطقم الطبية على وقفتها جنب بلدها وعلى النماذج المضيئة اللي احنا شفناها بعينينا من التضحيات ومن الإخلاص في العمل، وأطلب منهم مزيد من العمل ومزيد من الاجتهاد ومزيد من تقديم الخدمة، وأدعو كل الأطباء اللي فوق سن المعاش والتمريض اللي فوق سن المعاش ينضموا إلينا. تجهيز وتوفير القوافل الطبية والوحدات الصحية لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة واحدة من الإجراءات المهمة والمحمودة التي تتخذها الدولة المصرية بالتوازي مع مواجهة فيروس كورونا لتقليل عدد الوفيات وتقديم خدمة علاجية للمواطنين أينما كانوا. محمد حلمي، النيل.